ما كانش انسان ضعيف، ما كانش انسان ما يقدرش يهاجم. اي انسان يقدر يرد ويقدر يجرح ويقدر يضر، بصح هذه النقطه تختلف من انسان لانسان. العيب سهل، كل واحد على حسب تربيته، لان القوه الحقيقيه هي انك تكون قادر ترد الاساءه وتقدر تجرح وتقدر تضر، بصح ما تديرهاش وما تخممش تديرها. فكرة أنك تنتصر بأخلاقك وتربيتك ومبادئك أحسن من أنك تجرح ولا ترد برد ما يعجبش ويضر. والسكوت في معظم الأحيان نعمة، ماشي لأنك ضعيف أنت تسكت، لأنك أنت إنسان رزين ونظيف وما تردش الإساءة بالإساءة. والقوة هي أنك تعرف متى تسكت وما تترد، وتعرف الطريقة اللي ترد بها. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما تكونش جاهل وأناني وتقصح قلبك برك وترجع للناس شدروا لك شر ترجع لهم. خليهم لربي هو اللي حاسبهم ماشي انت. لخطش كين بزاف ناس يهاجموك ويسيو يضروك غير به تهبط النيفو نتاعك ليهم. انت لا ما تهبطش نيفوك ليهم، خلي نيفوك عالي عليهم. لخطرش الانسان اللي ناجح ما عندوش الوقت به يهاجم، ولا كونترير الانسان الفاشل برك هو اللي يهاجم واحد خير منه.